السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ، عفوا، هذا مجلس من مجالس مدارسة مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، نتدارس فيه بعض العناوين التي أوردها الإمام الطحاوي على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. ولك بمثل. وصلنا إلى عنوان جديد وهو الهدية لولاة الأمور. أورد الإمام الطحاوي، يعني هدية لولاة الأمور، من هم ولاة الأمور كده؟ طبعا مش هتستطيع تصل للرئيس ولا للملك ولا للوزير، إنما الذين يلون أمركم القريبون منك، مأمور الشرطة مثلا، ضابط مباحث، مسؤول أوقاف، مسؤول أوقاف، إن ولاة الأمور يعني القريبين منكم، يعني أي واحد يلي أمرك. لكن الكبار عمم الكلام يا أخو، نعمم الكلام، تفضل. أذكر الحديث بتمامه ولا أعرف؟ أذكر الحديث بتمامه. عفوا يا شيخ. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الطحاوي، تفضل، حديث ابن اللبية. أذكر المعنى. أذكر المعنى. أذكر، ماشي، تشوف كما تحب شيخنا. واحد واحد، تفضل. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، وفي لفظ من الأسد بالزاي وبالسين، قبيلة أبي موسى الأشعري. نعم، يقال له ابن اللتبية، على صدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. شيخنا، ألا يعترض هذا الحديث في الظاهر مع قوله تعالى: والعاملين عليها؟ فهذا الرجل كان عاملا على أموال الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا تعارض لهذا مع كونه من العاملين عليها. العاملون عليها يأخذ جزءا منها، والذي يعطيهم هو الإمام، يعني لهم راتب، لكن هذا ما قال هي من الزكاة، قال: هذا أهدي إلي، ما قال إنها زكاة، قال إنما هذا أهدي إلي. أما العامل على الزكاة فالإمام يعطيه راتبا يتناسب مع حاله، لكن هذه مسألة أخرى. أهدي إليك لماذا؟ يعني أنت الآن مثلا مع الفارق أجعلها على ظاهرها، ذهب شخص لزريبة غنم يحصي الغنم التي فيها، ويأخذ من كل 40 شاة شاة، على الحديث المذكور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتي واحد صاحب الزريبة يقول: شوف، خذ هذا الكبش لك، خذ هذا الكبش لك، جيب له كبش كبير، هذا خاص ملوش دخل بال. فهذا إذا أخذ الكبش يبدأ التهاون في العد، قل: يا عم خلهم كم، يعني 1500، خلهم 1500، يخفض زكاة 500 شاة، يترك له 10 شاة لا يأخذها من الزكاة، مقابل أنه أخذ واحدا لمن؟ لنفسه، أخذ واحدا لنفسه. فتكون الهدية من أجل الهدية، نزلت منزلة الرشوة حتى يخفف عنه.
مع الفارق طبعا في الضرائب اللي موجودة الأيام دي. ضرائب ذهبوا للمحل يحصروا البضاعة وياخدوا الضرائب. ما يعني ما تكلمش على حكم الضرائب، تكلم على إيه؟ الممارس يعني. أول ما البقالي يشوفه يديله صفحة جبنة خلاص، يقول لي يا عم يلا قدر أي تقدير، خلاص الرجل ده طيب وكل سنة بيدفع كويس ومشي. فيأخذ هدية مقابل أن يتنازل عن حق في شأن الزكاة، يتنازل عن قدر كبير من الزكاة، فتكون الهدية بمنزلة الرشوة، تكون الهدية بمنزلة الرشوة. فزكاة الهدية بمنزلة الرشوة لا تقبل. سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم، ورفض الهدية إذا كانت رشوة عن الدين. فابن لتبيا الرسول يرسله يجمع الزكوات، يجمع الزكوات، يقول صاحب الزكاة الذي عليه الزكاة خذ هذا هدية لك. فرجع إلى الرسول بكمية كبيرة من الهدايا، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له الرسول هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدي إليك؟ لو لم تكن عاملا عندنا ما أهدوك، هيدوك ليه؟ ما فيش أي سبب للإهداء لك. واشتد عليه وخرج على المنبر وحذر من ذلك أشد التحذير. فلذلك يقول لهم في الحديث هدايا العمال غلول، مثل غلول الغنيمة من الحرب، كذلك هدايا العمال اللي عاملين على الزكاة غلول، هدايا العمال غلول اللي عاملين على الزكاة، أو العمال بصفة عامة الأمراء. فلان كان عاملا على سجستان، يعني كان أميرا عليه. من الطريف يا إسماعيل، كان في واحد من إخوة اليمنيين ذهب من اليمن يشتغل في السعودية، فجلس يبحث عن عمل، أمه عربية يعني اللغة، ما وجد عملا. كل يوم أمه تتصل، يا ابني وجدت عمل؟ قال الحمد لله أمه اشتغلت عامل. قالت لي يا بني أحسن إلى الرعية، زنطه يعني عاملا أحسن. تفضل يا عمي. أضحك الله يسلمك يا شيخنا. الله يبارك فيك يا شيخ عمر. عندنا هنا المسألة هذه التي يثيرها الشيخ عمر متفشية جدا الآن، متفشية جدا في كل الاتجاهات إلا من رحم الله. يعني معنا واحد زائر من مدة جاي لنا من دولة من الدول العربية، محول لمستشفى كبيرة، مستشفى كبيرة، فذهب إلى طبيب آخر ماهر ليس له مستشفى ولا يعمل في المستشفى. فبيقول له أنا أتعجب وأنت على هذه المهارة، لما لم يحولوني إليك هم يعرفونك؟ قال يا بني أنا لا أدفع، فالهيئة الحكومية لا توصلوا للمستشفى بينهم عمولات، الفندق يحجزوه له عمولة، الطبيب له عمولة. الآن راح تشتري، واحد كلمني أول أمس راح يشتري سمك من مزارع سمكية في دولة من الدول، مزارع سمكية كبير، مقدم يشتري كأحسن من أي واحد متقدم في السمك. قل له لا سعرك كويس بس لازم احنا نشتري منك، تعايز كم طن؟ عايز مثلا طن، تأخذ الطن لكن تكتب ان احنا بعنا لك 700 كيلو. طب انتوا هتسلمون طن، يكون ظلمتكم، مش مشكلة بس ترد لنا نقدا بعيدا عن الأوراق 300 كيلو سمك. كله أصبح على هذه الطريقة إلا من رحم الله، فلا بد من مقاومة هذا الفساد. فهذا العمال كهذا الرجل غلول. الآن يذهب واحد مثلا لأي محافظ بهدية كبيرة جدا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخصص له قطعة أرض زراعي يجعلها مباني، فيأخذ 10 أضعاف الهدية على الأقل. واحد بيعمل مثلا في توريدات لمستشفى، توريدات مستلزمات طبية أو توريدات، يأخذ كرسي مثلا لطبيب أسنان مسؤول عن كرسي 100,000 جنيه، يدوله هدية في مقابل أن يفتح له الباب. كله بهذه الطريقة إلا من رحم الله. فهذا العمال غلول،
تفضل، ما الإشكال عندك يا شيخ عمرو؟ لسه ما بدأ الإشكال على ما يبدو. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين صلى الله عليه وسلم قبل الهدية كثيرا، وثبت عنه ذلك سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. قبل الهدية قبولها يتضمن أمرين، الأول أن لا تكون رشوة عن الدين، فإذا كانت رشوة ردت كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال. ثانيا ألا يكون فيها شيء محرم، الهدية نفسها يعني إذا كانت من عادة الشخص أن يهدي لرسول الله فيهدي إلى الرسول، أو لم تكن رشوة عن الدين. سعد بن عبادة كان يهدي للرسول لكن ما ينتظر شيء من وراء هذه الهدية، ومن عادته الإهداء للرسول الله، فمن كانت عادته هكذا فيتجوز في ذلك، والله أعلم. نستطيع أن نفرق فنقول زيد في مكان ما موظف، إذا كان علي يهدي إليه وكعادة قبل الوظيفة جاز أن يكمل، أما إن جاءه لأنه وظف حتى إن كان بعد الوظيفة ولم يكن من ورائها شيء يرجى خلاص. نعم. واحد مثلا مثال شيخنا، رجل يقول للموظف سأصلح لك السيارة، لن أغرم أموال، أنا رجل فني سأصلح لك السيارة في العطل الفلاني. كل الهدية سواء عينية أو نقدية أو معنوية. نعم. هل هذا الفساد يا جماعة كيف يعالج؟ يعني هذه الطريقة المستشرة الآن في الناس كلهم، بياع الأدوات الصحية يعطي للسباك هدية، وأنا مرسله يشتري لي، فيشتري أغلى الأشياء بأغلى الأسعار وكله يحل علي. تفضل. تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن وتؤلف القلوب، هل ثبت ذلك ضعيف عن رسول الله؟ ضعيف، لكن يعني المعنى يثبت. تهادوا تحادوا. أيوة. ما لم تكن رشوة. لا. نعم يا شيخ. لا انت السباك، لا هذا باب اخر، سباك يشتغل لك في البيت. ماشي حاضر، تفضل يا شيخ. احسن الله اليك يا شيخ. هل هذه المقولة شيخنا تصح او تثبت؟ ما هي المقولة؟ الهدية لا تهدى ولا ترد ولا تباع. كل هذا كلام باطل، يجوز ان تهدي منها وان ترد وان تباع، كله يائس. أحسن الله إليك. تفضل إليك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراع لقبلت ولو نعم. دعيت عليه نعم. لأجبت؟ ثابت على رسول الله. نعم. كل ما لم يكن رشوة عن الدين يا جماعة، كل ما لم يكن فيه رشوة سواء عن الدين أو الدنيا. هل نعم. تخصيص النبي بلفظ قراع فيه دلالة معينة تريد أن توضحها شيخ؟ طبعا يعني إذا قلت القراع الكارع. نعم. الكوارع يقول دل على جواز قبول الهدية وإن قلت. نعم. نعم. تفضل. زادك الله من فضله شيخنا. هل هناك تفريق بين الهدية والهبة أو الجائزة إذا أردت أن تسلس بها؟ ما هم قد يتحدان في الاسم وقد يختلفان. نعم. الهدية والهبة قد يتحدان في الاسم وقد يختلفان، فالهبة قد تكون مسببة، وإذا كانت مسببة لا تسترد، الرجل أحق بهبته ما لم يثب، إذا كانت مسببة لا تسترد، أنت وهبت لشخص هبة مقابل شيء معين، مقابل شيئا معينا فلا تسترد هذه الهبة، فعل لك الشيء فوهبت له هبة مقابل ذلك، إلا في مواهب الوالد لولده. الهدية لها تفاصيل أوسع من الهبات. نعم. نعم. هل إذا قلت لولدي مثلا إذا ختمت الجزء الفلاني من القرآن الكريم سأعطيك هدية، هل لابد أن أعين هذه الهدية أم لا؟ لا لا يلزم. لا يشترط. لا يشترط. نعم شيخنا. وياك. تفضل. قبض النجاشي
النجاشي رد هدايا عمرو بن العاص لأنك ترشح عن الدين أيضا، ينفع في هذا الباب مع حديث سليمان، مع قصة سليمان عليه السلام. النجاشي أهدى له القرشيون هدية كي يسلم لهم جعفر وعثمان والصحابة الفضلاء الكرماء الذين هاجروا. فلما استمع منهم النجاشي واستمع من الصحابة رد لهم الهدية، رد الهدية قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. نعم الذي هو نعم تفضل. تعليق الهدية، أم سلمة لما قال لها النبي إني أرسلت إلى النجاشي حلة وأواني وما أرى إلا أنه قد مات وأن هديتي سترد، هل هذا الكلام ثابت عن النبي هذه القصة؟ لا يثبت له سند. قوله لجابر لو جاء مال البحرين لا أعطيتك كذا وكذا، ده عدة عدة. وأبو بكر يقول من كانت له عند رسول الله عدة صلى الله عليه وسلم والرسول قد مات فليأتني. نعم نعم، يعني يجوز أن أعلق الهدية شيخنا على يجوز طبعا أمر. نعم 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 سراقة بن مالك المعلقة له ولا سوارة الكسرة لم يكتب ضعيف. تفضل أحد له سؤال في باب الهدية تفضل. إني لا أستعين بمشتك وقعت حال، وقعت عيني كما يقولون، وقعت عين. يعني وقعت لأن النبي استعان بمشركين في قصة تحالفه مع خزاعة، وكذلك في استعانته باليهود أو تحالفه مع اليهود لحماية المدينة في غزوة الخندق. وقال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. استعان النبي عليه السلام برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا في رحلة الهجرة، كان قائد الرحلة ناحية الطرق رجل مشرك. ما يقول لك واحد بعض العلماء يقولون وقعت عين، يعني خاصة لا تتعدى لغيرها. نعم طبعا في هدايا ترد وهدايا لا ترد، لا شك في هذا. كل هدية محرمة أصلها لا تقبل. يعني واحد مثلا يديك لحم الخنزير لا تقبل لحم الخنزير ولا يؤكل لحم الخنزير. واحد ما أهداك هدية مسروقة لا تقبل هدية مسروقة. اصطاد صيدا من أجلك وأنت محرم لا تقبله. نعم شيخ محمد. الهدية تلف القلوب طبعا موجود. نعم هل يجوز اعطاء الهدية لمسؤول لرفع الظلم عن المظلوم؟ هل يجوز الهدية لشخص من اجل ان يرفع الظلم عن المظلوم؟ يجوز. نعم عمر شيخنا لما قال لرسول الله عن الحلة السيراء ابتع هذه والبسها في الأعياد وللوفود، فقال له النبي إن هذه لا يلبسها إلا من لا خلق له. لا ليست حراما، أنا أقصد لما ممكن تهدى للنساء. نعم يعني واحد أهدى لك ثوبا فخما من الحرير خذ هذا الشخام هو لبس النساء، فمش حرام هو في الأصل، لكن أنت لا تلبسه ممكن تهديه لزوجتك. وهذه قصة عمر في هذا شهيرة يعني. هذا لأخيه في مكة قبل المشرك. نعم. يعني واحد يعني مثلا في واحد يا إبراهيم الأول أنت ماذا ترى في الكولونيا؟ الكولونيا جائزة. يعني أخوك لا يراها جائزة فأوديت له زجاجة كولونيا، ممكن يأخذها ويديها لك؟ جائز كده. لا يراها يعني كاستعمال. نعم
بارك الله فيك. هذا ما اختلف فيه شيخنا، لكن الأمر اللي حرم كالذهب مثلا، هل يجوز أن أهدي رجلا نصرانيا خاتم ذهب يلبسه؟ ممكن تهديه خاتم ذهب هو يبيعه، أنت ما قلت له البسه يبيعه. حلال مباجرة حرام مباجرة. نعم نعم. ها؟ لا، إذا نعتقد أنها نجسة لا أهديها طبعا، إذا اعتقادي واضح. الخمر مثلا، خليها الخمر، سؤال عن الخمر، الخمر لا يجوز إهداؤه، الخنزير لا يجوز إهداؤه، ده قولا واحدا. لكن نتكلم عن مسألة فيها بعض الاختلاف الكلوني، هل هي خمر أو ليست خمرا، إذا شربت تسكر أو لا تسكر، إذا شربت تسمم لا 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 تسكر، فإذا وجه القائلين بأنها ليست خمرا، فأقول لك مسألة مختلف فيها كهذه. وأنت ترى الاختلاف، مثلا أنا أصلي خلف رجل يرى ترك الصلاة كفرا، أو آخر يرى أن ترك الصلاة، أو يرى أن مس المرأة لا ينقض، معتقد، أنا معتقد أن مس المرأة لا ينقض، وأمامت الناس واحد خلفي يعتقد أن مس المرأة لا ينقض، فيقول أنا شفت هذا الرجل يقبل زوجته وهو جاي صلاة باطلة، هل يصلي خلفه ولا يصلي؟ انت هتقول لا يصلي، عارف مذهب يصلي، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم أن أخطأوا فلكم عليهم. بارك في الشيخ. نعم شيخ. الهدية بعد انتهاء العمل، يعني قضى له ما الإجراءات أو يعني المصلحة التي تقدم لها، خلص لك الرخصة المرور بدون أن يزور، دون أن يزور، بعد ما خلصها لك هو لم يطلب شيئا أبدا، وعملها لك محبة، أوك شيخ طيب عملها لك محبة، وأنت جئت في النهاية أعطيته هدية، هل ستتوالى معاملتك معه بعد كده ولا هذه مرة وقطعت؟ ما فيش أي صلة تانية، ما في صلة تانية، أنت تدي له خميرة على أساس فلا. الله يبارك فيك. تفضل إن شئت أن تختم شيخنا ببعض فوائد الهدية، وإلا ختمنا المجلس. اختم أنت بفوائدها. الهدية بصفة عامة تؤلف بين قلوب المسلمين بإذن الله الذي يؤلفه الله طبعا. أي واحد. نعم. لا شك في ذلك، كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت لو واحد أهدى إلي هدية الآن، هل الجلساء شركاء فيها؟ الحديث من أهدي له هدية وعنده جلوس فهم شركاء فيها لا يصح. راحت عليك يا عم الرئيس. يعني أحد أهدى لك الآن أي هدية وأنت جالس، لابتوب هتوزع علينا ولا تتمين وتملي؟ أبو ويس مشهور بالفكاهات، إن شئت أن تقول اهدي لي وسأشارك الجميع في فيما هديت. ربا، لكن من الربا الذي أباحه العلماء على كراهية، أما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله. واحد يهدي لشخص هدية منتظر أن يأخذ عشرات أضعافها، قال الرسول عليه السلام لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشيين أو دوسيين أو عامرين أو أنصاريين أو ثقفي، فإن أحد يعني غير هؤلاء يأتيني بالهدية أعطيه سبعة أضعافها فيخرجها متأبطا لها مستقلا لها، ويبون إلا أن يبخلونني ولست بباخل. يختم في الختام. نعم. أحسنت. يشرع القنوت في وقت النوازل، من النوازل في هذه الأيام الزلازل التي تحدث في بعض بلاد المسلمين، فيشرع القنوت وخاصة في صلاة الفجر، وإن عمم في الصلوات كلها جاز. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الزلازل والفتن، اللهم آمين.
أحسن الله إليك شيخنا. وفي الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله أن يديم نفع شيخنا للأمة ما بقيت السماوات والأرض، ونسأل الله أن يكتب له القبول في السماء والأرض، ونسأله سبحانه أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، نذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.